طيب اذا النوع الجديد راح نحكي عنه من الدرايفز هو الفاريبل فولتج درايفز. الفاريبل فولتج درايفز مبداها الاساسي اذا كان سنجل فيز بدي اغير الفايرنج امبير الفا تبعت الاس سي ار، بستعمل 2 اس سي ار او 6 اس سي ار بحاله الفري. فاذا عندي هون لو اخذنا هي الاوريجينال اي سي ويف فور نصير هون نقرر ناخذ فايرنج انجل راح نسميها الفا، وهذه طبعا هون عندي باي وهذه هون 2 باي. فلو اخذنا في البدايه طلعنا على ريزيستيف لود، لو كان عندي هذا ريزيستيف لود راح يصير اعمل فايرنج للسي ار الاول اللي هون فايرنج انجل الفا، راح يعمل الاوتبوت فولتج بي ال اوف تي راح يستمر لحد النقطه هاي اذا كان ريزيستيف لود، لانه الكرنت عند النقطه هاي ايش راح يكون في اللود؟ زيرو. وبعدين راح اعمل نفس التاخير اللي بعده هون، لازم يكون تاخير متماثل هون، فراح اعمل تاخير متماثل هون وراح يصير عندي نفس الشيء، والكرنت راح ينزل لزيرو عند النقطه هاي لانه شكل الكرنت ويف فورم ايش راح يكون؟ نفس الشيء لانه هذا ريزيستيف لود مظبوط، ولانه ريزيستيف لود شكل الكرنت ويف فورم راح يكون مطابق تماما لشكل الفولتج ويف فورم، بس راح يكون سكيلد فيرجن حسب قيمه كرنت. فلو كان مثلا لو كان ار بيساوي 2 اوم راح الاقي انه شكل الكرنت ويف فورم راح يكون بهذا الشكل، وهاي هون تقريبا راح يكون بهذا الشكل. طبعا ايش بنلاحظ على الكرنت الان حتى هو ريزيستيف؟ شكل الكرنت هل هو ساينوسويدال؟ لا، فايش اتس فول اوف هارمونكس. هاي الهارمونكس تتذكروا اللي حكينا عن السيكونس اللي الزيرو سيكونس والبوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس، قلنا الفيفث والالفنث بيكونوا نيجاتيف سيكونس فبضعفوا من التورك، والسيفنث والثيرتينث بيكونوا بوزيتيف سيكونس بقوي شوي التورك، وبعدين عندي الثيرد والسيكس والناينث دول نيجاتيف سيكونس فبيحموا المحرك. فهي كلها هاي ون اوف ذا مين ديسادفانتجز لهذا، يعني هون هلا ون مين ديسادفانتجز خلينا نبدا نحطهم هون. الفكرة الأولى إنه الفولتج ويف فورم ولذلك الكرنت ويف فورم راح تكون فولتج كرنت لود ويف فورم ريتش ان هارمونيكس. وهي الهارمونيكس بتأدي لحرارة بالمحرك وبتأدي لضعف في التورك. هاي اول واحدة من المين ديسادفانتجز. طيب كيف راح يتغير الان الوضع عندي لو صار هذا الكرنت، لو هذا اللود صار اندكتيف؟ لو جيت غيرت اللود هون بحيث انه يصير اندكتيف لود، يعني ريزيستيف اند اندكتيف، الكرنت ما راح يبدا فجأة من هاي القيمة. من وين راح يبدا الكرنت انيشال فاليو؟ راح يبدا من زيرو مضبوط؟ فالكرنت راح يبطل شكله زي هيك، راح يصير الكرنت يبدا عندي من زيرو، راح يطلع راح يوصل البيك تبعته بعد البيك لاقي بعد البيك تبع الفولتج هون بزاويه معينه نفترض انها فاي مثلا نسميها فاي، وبعدين راح يبدا ينزل عندي، وعند النقطه هاي لاحظوا الكرنت مش زيرو بضل يكمل مضبوط لانه اندكتف، ولانه الكرنت مش زيرو بده يكمل لحد ما يطفي عند النقطه هاي هون الكرنت صار زيرو. شو راح ياثر الان هذا على الفولتج اوتبوت؟ راح يكون في بيتر. راح يكون في هلا راح يضل الاس سي ار شغال، لاحظوا الاس سي ار ما نزلش الفولتج فيه لزيرو، الكرنت فيه لزيرو، ايش شرط الاس سي ار يطفي؟ او ايش الطريقه انه يعمل سويتشنج اوف الاس سي ار؟ يا اما الكرنت ينزل بلو ذا هولدنج كرنت، او انه يصير فيه عليه نيجاتيف فولتج. بالحاله هاي ما راح يصير فيه عليه نيجاتيف فولتج لانه الاس سي ار الاندكتر اللي موجود هون هو نفسه راح يتحول لسورس وراح يحط فولتج بوزيتيف نيجاتيف بحيث انه يخلي الاس سي ار كوندكتنج. فهذا الاس سي ار راح يضل كوندكتنج لحد النقطه هاي، ولانه ضل كوندكتنج الاوتبوت فولتج راح يستمر فالاوتبوت ويف فورم، وهاي النقطه راح نسميها بيتا. فالمسافه من هون لهون راح نسميها بيتا، في ناس بسموها كوندكشن انجل وفي ناس بسموها اكستنكشن انجل. وراح نرد مره ثانيه نبدا عند باي بلس الفا، يعني هون راح تصير باي بلس الفا اللي هي الفايرنج انجل الجديده، راح يصير عندي نفس الشيء. الكرنت هون راح يتغير شكله بالشكل التالي، راح
حيصير عندي بنفس الطريقه من هون بنفس الشكل، يعني هون هي في عندي تاخير بين البيك والبيك، رح يصير عندي هون وهذا رح تصير نفس الشيء طولها من النقطه من باي رح تصير باي بلس بيتا. اوكي، اذا الكرنت هون طبعا مش ساينوسويدا لهذا الشكل، والحل تبعه اذا بدي احل هذا الكرنت شو بدي احل؟ بدي احل بالنيوميريكال سوليوشن، بدنا نحله بالنيوميريكال سوليوشن، فما بينفعش ما بقدرش احله بالطرق العاديه، وانا ما بهمني كثير انك تدخل في المعادله، المهم انه نعرف هون انه عندي طبعا الكرنت ديسكونتينيوس، هون في عندي فتره معينه هون رح يكون ما فيها كرنت ماشي واضح، وهون في فتره معينه ما رح يكون فيها كرنت، ولازم تكون الفايل اللي حتى يطلع معي هذا الشكل حتى يطلع معي لازم تكون باي بلس الفا تكون هذه اكبر من بيتا، يعني هاي النقطه لازم تكون ابعد من هاي النقطه، والا راح يصير في عندي كونتينيوس كوندكشن. اذا ضليت هلا اصغر الفايرنج انجل راح اوصل مرحله معينه راح يصير يرجع الكرنت ساينوسويدا بيصيروا هذول كونتينيوسلي كوندكتنج، فبدها تكون الزاويه هون حتى يطلع عندي الشكل هذا اللي موجود هون. هذا الكرنت طبعا مشكلته انه ريتش ان هارمونكس، ولذلك هذا ولذلك الفاريبل فولتج درايف لا يستعمل الا ك سوفت ستارتر. اذا فهي الاسباب اللي راح نشوفها هون في 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 درايفز as a soft starter. طيب هلا انا لما غيرت الفا هون ايش غيرت بهذا الفولتج؟ هل غيرت الافرج تبع الفولتج؟ هل الافرج تغير؟ قديش كان الافرج بالاول؟ زيرو. قديش ضل بعدين؟ زيرو. اذا الافرج تبع الفولتج ما تغير، شو اللي تغير؟ RMS. اذا احنا هون عندي في لو ار ام اس هو فانكشن اوف الفا، فانا لما بغير الفا هون بغير الار ام اس فولتج تبع الاوتبوت. كيف بدي احسب هذا الار ام اس فولتج؟ لا 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 انتبه هون هلا كيف بدي احسب الار ام اس تبع هاي الويف فورم اللي موجوده هون؟ طبعا هاي الويف فورم زي ما هاي عملت هيك هذه راح تعمل عندي هيك بهذا الشكل، انا راسمها بشكل سيء، خلينا نرسمها بشكل احسن من هذا الشكل. اوكي هلا هاي اذا بدي اعملها احسب الار ام اس تبع هذه الويف فورم بدي اربع مش هيك الفي، وبدي اكامل من وين لوين لازم اكامل؟ من الفا لبيتا مضبوط. فبصير عندي هلا في لود ار ام اس بدها تساوي طبعا هذه هلا بقدر اضربها باثنين مش هيك لانها مكرره، بضرب باثنين وراح اكامل، وطبعا هاي راح تكون على 2 باي، بدي اخذ هون الجذر مضبوط مش هيك التعريف، وبعدين بدي اكامل الان من راح ناخذ من الفا للزاويه هون بيتا، وايش عندي في هذا الداخل الويف فورم الاصليه ايش هي؟ ساينوسويد الويف فورم مش هيك؟ قديش البيك تبعها؟ هلا اذا كان هذا بي اس هو ار ام اس، يعني اذا هذا الار ام اس فاليو تبع الويف فورم الاصليه قديش رح يكون البيك؟ بي اس بيطلع بصير هذا في اس في جذر الاثنين رح يصير هذا في بيك مضبوط؟ فرح يصير عندي هذا الان هلا في اس بجذر الاثنين في ساين اوميجا تي دي اوميجا تي مضبوط؟ الكل واضح هذا بالنسبه له ليش عملنا هيك؟ نعم مش في اللي هو الفي افرج على بس لايش هذا؟ لايش هذا؟ بس ذاك كان في الريكتيفاير في السكس بلس ريكتيفاير مضبوط؟ انت بتحكي عن السكس بلس ريكتيفاير صحيح 3 بجذر 3 على باي في في بيك فيز في كوساين الفا مش هيك؟ بس احنا هون اختلف هذا، هذا بطل ريكتيفاير، هذا اي سي تو اي سي كونفرتر اوكي؟ يعني هناك ايش كان يدخل بالحاله اللي انت بتحكي عنها بالريكتيفاير؟ ايش كان يدخل عندي الفولتج؟ اي سي، ايش كان يطلع؟ هون ايش عماله الفولتج بدخل؟ وايش بيطلع؟ اذا هذا الكونفرتر ايش هو؟ اي سي تو اي سي كونفرتر مباشر ما بروح اي سي الفي الفيربل فريكونسي درايف شو كنا نعمل فيه؟ كنا ناخذ اي سي تو دي سي ودي سي تو اي سي مضبوط؟ الفيربل فولتج درايف هذا الفيربل فولتج اي سي درايف عم نحول اي سي الى اي سي مباشر اوكي ماشي؟ اذا هون بدك تقعد تعال اذا بدك اقعد هون هي كرسي فاضي في اذا هون حتى احسب الار ام اس الان تبع هذا الفولتج بدي اربع عشان نسينا نربع مش هيك؟ مضبوط؟ ايش الغلط هون؟ هذا كله هون بدي اخذه
بده يتربع. اوكي اذا روت مين سكوير، سكوير مين روت، مضبوط. هذا بيطلع معنا الفولتج الكلي اللي موجود هون، هذه في حاله طبعا الاندكتيف لود. طيب لو كان عندي ريزيستيف لود ايش كان الاختلاف في حاله الريزيستيف لود؟ كان يوقف الفولتج عند هون مضبوط. اذا في ال ار اف اس في حاله الريزيستيف لود رح يكون انتجريشن من وين لوين؟ من الفا لباي. تمام، راح يصير عندي هلا هون 2 على 2 باي، وهون راح اخذ في اس جذر التنين ساين اوميجا تي كل تربيع دي اوميجا تي، وهاي هون من الفا لباي، هذه ريزيستيف ريزيستيف لود. اوكي ماشي واضح. اذا هاي مقدمه عامه عن فيربل فولتج دراي.